مندوبة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، السادة ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، السيدات والسادة ممثلو البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، السادة ممثلو الاتحاد الأوروبي، السادة الحضور جميعا أعضاء ومندوبي الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية المحترمين، لا أجد في هذا المقام الرحب تحية أبلغ من قول سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا أصدقاء وأشقاء في هذا الاجتماع الذي يحمل عنوان نحو جيل جديد من السياسات والاستثمارات في المياه الزراعية في المنطقة العربية، متمنيا لكم إقامة طيبة والاجتماع كل التوفيق والنجاح. وأتوجه بكل الشكر والتقدير للسادة الضيوف الكرام لمشاركتكم لنا هذا الاجتماع، كما يسعدني أن أعبر عن امتناني للمشاركة النوعية المتميزة في فعاليات هذا الاجتماع من قبل السادة الخبراء من الشركات والهيئات ومراكز البحوث العربية والدولية والجهات المانحة. وفي هذا المجال أرجو أن أبين لحضراتكم ما يلي: أن قطاع الزراعة والمياه في عالمنا العربي يواجه تحديات كبيرة بسبب تراجع الأمطار، مما يؤدي غالبا إلى موجات من الجفاف نتيجة نقص كميات هطول الأمطار وما يرافقها من آثار سلبية شديدة على النمو الزراعي والاقتصادي وبالتالي على الأمن الغذائي برمته. ومع تنامي أعداد السكان في بلداننا العربية تزداد الحاجة إلى التعاون في مجالات الإدارة المستدامة لمواردنا المائية والأرضية والزراعية من أجل تحقيق واستدامة إنتاج الغذاء اللازم لسد حاجاتنا، ولمواجهة والحد من التدهور الحاصل في مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، وزيادة نسب التلوث وتردي نوعية مياه الري، فقد أصبح من الضروري علينا العمل معا وعلى كافة المستويات لوضع الخطط اللازمة لتأمين النمو في المنتجات الزراعية واستدامتها. وتعتبر الإدارة المستدامة للموارد على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي هي الأداة الفعالة لتحقيق الزيادة في الإنتاج الغذائي، وفي هذا حب الله الأمة العربية ثروات يمكن عند استثمارها بالشكل الصحيح تكون في طليعة الأمم في الاكتفاء الذاتي وتوفير سلة غذاء عربية متكاملة، بل تمتد إلى المساهمة في محاربة الجوع والفقر في أمم العالم الأخرى. السيدات والسادة، تتعرض الموارد الأرضية الزراعية والمائية في الدول العربية وبالرغم من محدوديتها خاصة في الموارد المائية منها إلى التدهور، مما سارع في زيادة تعرض الأراضي الزراعية للتملح والتلوث والانجراف خاصة في الأراضي المستغلة تحت الري، ويتوافق هذا مع اختلال في التنوع الحيوي وتدهور الصفات والخصائص الكيميائية والفيزيائية للتربة وبالتالي ضعف قدرتها الإنتاجية. وتعاني بلداننا من العواقب المباشرة وغير المباشرة لتدهور الأراضي وندرة المياه والإدارة الغير مستدامة لها، والتي تقدر بأكثر من 20 مليار دولار سنويا، وهذا يؤكد الحاجة إلى اعتماد السياسات واستراتيجيات وتدابير لتطوير وتحديث للإدارة القائمة والمعلومات والبيانات والتعاون بين الجهات والمؤسسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. إننا نتطلع اليوم للخروج إلى تبادل المعلومات فيما بيننا من أجل الحد من الآثار السلبية على الموارد المائية والأرضية لتبقى عند الحد الأدنى، وتركيز الجهود على توفير مياه الري بجودة مقبولة تضمن إنتاج الغذاء للسكان وكذلك إنتاج الأعلاف للثروة الحيوانية. وتتأثر عمليات التنمية في بلداننا بشكل كبير ليس فقط بالظروف المتعلقة بالتغير المناخي وتذبذب الأمطار وتدهور الموارد ذات الصلة في الإنتاج الزراعي والمياه، بل كذلك لافتقارها إلى الاستراتيجية
وخطة عمل على المستوى الإقليمي لمواجهة التحديات، وكذلك خلق قواعد بيانات ذات الصلة لوضع وتنفيذ خطة عمل على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الإقليمي تكون شمولية وعلى المدى البعيد في الإدارة المستدامة للمياه والموارد الأرضية والزراعية. وإنني إذ أغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر على دهم الجهات المانحة وكذلك للتعاون الفني مع الهيئات والمنظمات من خلال تقديم الخدمات الاستشارية لصياغة استراتيجية لاستدامة تنمية القطاع الزراعي وموارده في بلداننا العربية. واستكمالا لما سبق، يتم حاليا تنفيذ العديد من النشاطات المساعدة المتصلة بإدارة الموارد الزراعية والمائية من قبل المنظمات وكالات الأمم المتحدة الأخرى في منطقتنا وعلى المستوى الوطني والإقليمي، ولكنها تحتاج للتكامل من أجل صياغة خطة تنفيذ قابلة للاستمرار خاصة في مجالات مياه الري والإدارة المستدامة. ونأمل من هذا الاجتماع أن ننتقل إلى أسلوب أعمال لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة الموارد الزراعية للحد من تدهورها والمحافظة على زيادة الإنتاج وتأمين الغذاء. وهنا لا بد أن أشير إلى دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي أشرف برئاسة مجلسها الآن الجمعية العمومية على جهودها المقدرة. وهنا لا بد من دعم هذه المنظمة التي تجمعنا دائما في كثير من المحافل خدمة لقطاعنا الزراعي ودعما لمواقفنا السياسية الجامعة، وعليه يقع علينا جميعا دعمها وتقويتها لتأخذ دورها المأمول في هذا المجال. وهنا أود أيضا أن أشير إلى نقطتين هامتين. أننا سنقوم بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الفاو الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ونريد من هذه المنظمة العريقة مزيدا من الدعم والتنسيق خدمة لقطاعاتنا في وطننا العربي. وأيضا من خلال هذا الاجتماع التنسيقي بين مجلس الموارد المائية الزراعية، أود أن أشير إلى أنه فاتحة خير أن نلتقي وزراء مياه عرب وزراء زراعة عرب لتكون هناك تكامل في عناصر القطاع الزراعي بما يخدم هذا القطاع. وأخيرا وليس آخرا، أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري للأشقاء في جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال. شكرا لإصغائكم، وأتمنى لاجتماعنا هذا كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.